وعلى آله وصحبه ولا وبعد، هذا هو مقدار المد الذي كان يتوضأ به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو مقدار ما ملو كفي الرجل المعتدل. فيأخذ الإنسان كيف يتوضأ، يبسمل يقول بسم الله، ويأخذ قليلا من الماء، ثم بعد ذلك يغسل كفيه أولا، يغسل كفيه أولا بهذه الطريقة مرة، ثم يأخذ ماء آخر بنفس الطريقة ويغسل كفه مرة، كفيه مرة أخرى بهذه الطريقة، ثم ثالثا كفيه إلى الرسغ، لا يزيد عن الرسغ، ثم بعد ذلك يأخذ ماء بيمينه ويدخله إلى فمه، ثم يمج الماء بعد المضمضة من الفم إلى الأرض، ثم يستنثر بيساره هكذا، ثم يأخذ ماء مرة أخرى بنفس الطريقة ويمج، ثم يستنثر بيساره سواء بصوت أو بدون صوت، هذا هو المضمضة والاستنشاق، ثم يبدأ يأخذ ماء ويغسل وجهه من منابت الشعر الأعلى، من منابت الشعر الأعلى هكذا يبدأ، ثم ينزل ويغسل العذارة اللي هو الموضع هذا، وينزل إلى أسفل إذا كان ماله لحية إلى أسفل الذقن هكذا، ويغسل الوجه ويمسح ويدلك مرة، ثم مرتين هكذا، ثم ثلاث مرات، هذه ثلاث مرات. طبعا من قال بتخليل اللحية هنا في المرة الثالثة يخلل لحيته، وهل يشترط أن يأخذ ماء جديد؟ الصواب أنه لا يشترط، يخلل لحيته بهذه الطريقة من هنا يمينا ويسارا، أو بهذه الطريقة يخلل لحيته، وبعض العفقهاء يقول يخلل لحيته بهذه الطريقة أيضا، الأمر فيه واسع إن شاء الله. ثم يأخذ ماء يغسل يده اليمنى، وهنا في غسل اليدين ننتبه أنه لا بد من غسل الكف مرة أخرى، الماء في الكف، ثم يسحب الماء بهذه الطريقة، ثم ينزلها من المرفق ويديرها إلى أسفل حتى ينزل الماء من تحت أظفار يده مرة، ثم مرتين، شوفوا كيف الماء ينزل من تحت أظفار اليد الإنسان، ينزل بهذه الطريقة مرة مرتين، ثم الثالثة، وطبعا الذنوب التي ارتكبت باليد تنزل بإذن الله عز وجل. ثم يغسل يده اليسرى بنفس الطريقة، يسحب الماء إلى المرفق، ثم من المرفق إلى الأظفار، إلى الأظفار مرة أخرى، هاي مرتين وهاي الثالثة، صبر شوي، إلى الثالثة الآن انتهى. إذا أراد أن يخلل بعد الانتهاء ما في بأس، يخلل لحية أصابع يديه بهذه الطريقة، ثم يأخذ ماء قليلا ويجعله في اليدين، ثم يمسح بالرأس بهذه الطريقة، يبدأ من منابت الشعر هكذا ويذهب إلى القفا، ثم يرجعها مرة أخرى مرة واحدة، ثم يغسل، يدخل السماخ إلى الأذنين من الجهتين بهذه الطريقة، هذه مرة وهذه مرة، وهذه يكون مع بعض، طبعا يكون مع بعض مسح الأذنين، ثم يبدأ بغسل الرجل. كيف يغسل رجله؟ طبعا السنة أن الإنسان يتوضأ وهو جالس، بس هذا ما يطيح. طيب يأخذ الماء ويضعه على أطراف الأصابع، ثم ينزله هكذا، ثم مرة أخرى ينزل الماء من تحت أظفار أصابعه، ثم مرة أخرى يأخذ ماء يديره على رجله، يأخذ الماء هكذا، ثم يأتي به إلى الأعلى، ثم ينزله مرة أخرى إلى الأسفل، هذه مرة مرتين وهذه الثالثة. وأما ما يفعله بعض الناس أنهم في الثالثة يخلل الأصابع أحسن،
الثالثة يخلل الأصابع بهذه الطريقة، يخلل بهذه الطريقة. بعض الفقهاء ذكر التخليل يكون بالخنصر أو بالبنصر، الأمر فيه واسع، ثم يسحب الماء إلى الأعلى ثم ينزل. في بعض الروايات تسمية الوضوء مسح، ليش؟ لأنه فيه استخدام ماء قليل وهو يكون شبيه بالمسح. أنا الآن أخذته، المفروض أخذ بيميني. خليك قريب من أبوك يا شيخ علي، والله خليك. ثم يأخذ الماء وينزل به إلى أسفل. المفروض يكون أخذ الماء دائما باليمين، أخذ الماء دائما يكون باليمين. هذه الثانية وهذه الثالثة والأخيرة. يخلل الأصابع القدمين ثم ينزل الماء، ثم يأخذ ماء قليلا. يقول بعض الفقهاء أنه في هذا الماء الأخير يشرب منه شيء قليل، إذا بقي في أصابعه، ما بقي يبقى هكذا. هل بعد ذلك بعد هذا في شيء آخر؟ الجواب لا. شوفوا الماء هذا كفانا، الماء هذا كفانا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر ألا نسرف في الوضوء. قالوا يا رسول الله في الوضوء سرف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جاري. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو في زيادة الترمذي اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وفي رواية ابن السني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.